بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد أمين. نتكلم عن شهوة الخدمة الأول. إيه فكرة بقى الشهوات الروحية دي؟ كلنا عارفين الشهوات الجسدية بس محتاجين نحكي فيها. الجعان عنده شهوة أكل، والفقير عنده شهوة فلوس، والمريض عنده شهوة شفاء. الشهوة معناها ببساطة رغبة ملحة، رغبة ملحة جواك. الرغبات الملحة النفسية والجسدية واضحة، أو الجسدية بالذات عاوز أنام مثلا، نعسان قوي، خلاص رغبة ملحة. حتى لو جايبين لك أكل بتبقى خلاص النوم أولى، لأنه اشتياقك للنوم صوته أعلى. واضحة؟ الكتاب وضح لنا مبدأ جميل، قال لنا الجسد إيه؟ يشتهي ضد الروح، والروح. إذا الإنسان المسيحي مفروض أنه عنده شهوات روحية، كل مادة صوتها بيعلى لغاية ما تبقى أعلى من صوت الشهوات الجسدية، وهي دي القداسة ببساطة. القديس هو إنسان عادي جدا، ابتدى عادي، بس كل مادة شهوة الإنجيل، شهوة الصلاة، شهوة الخلوة، شهوة التوبة، شهوة الكنيسة، شهوة الخدمة، شهوة السماء، الحاجات دي هي اللي بتحركه. أما الأكل والشرب والنوم والراحة والفلوس عمالة تضعف تضعف، موجودة بس إيه، بقت ضعيفة خالص. فيأكل أي أكل وينام أي نومة ويلبس أي لبس، والفلوس مش فارقة معاه خالص. ليه؟ لأن الشهوات اللي من النوع ده طفت، إنما اللي مصحصح جواه إيه؟ شهوات روحية. فتلاقوه مقبل على الحياة جدا، بشوش وفرحان، بس مدفوع دايما بشهوات روحية بيحركها روح الله. فهمتوا الفكرة؟ لأن دي الفكرة الأساسية اللي هننشغل بيها الليلتين دول بالذات. احنا داخلين على الصيام، دي فلسفة الصوم المسيحي. الصوم في المسيحية مش تعذيب للجسد ولا عداوة للجسد، الصوم في المسيحية هي تحريك للشهوات الروحية، هي تسامي بالروح، هي انطلاق الروح، هي شبع الروح. الجسد يأكل بحساب عشان الروح يشبع، الجسم ينام بحساب عشان الروح يصلي. فيبقى أنت إيه؟ إنسان روحاني مدفوع وفرحان بشهواتك الروحية. أكلمكم من البداية عن شهوة الخدمة لأن أنتوا كلكم خدام. قديس يوحنا الدرجي يقول: الراعي الحقيقي هو الذي يستطيع بمحبته وهمته وصلاته أن يجري وراء الأغنام الناطقة التي ضلت ويعيدها للطريق القويم. كلكم على درجة رعاية. صحيح كنيستنا بتحب ان كلمة راعي تبقى مرتبطة بالأسقف، لكن كل خادم راعي، راعي على قد القطيع اللي معاه. حتى الأم في بيتها والأب ما هو راعي برضو، الاثنين ثلاثة. لكن في راعي حقيقي في راعي مش حقيقي. الحقيقي ده اللي قلبه واكله على عياله. ادي الشهوة بقى. ها، واحد قلبه بياكله على عياله، بيفرح قوي لما يلاقي عياله اتفوقوا روحيا او ثقافيا، بطلوا غلط، تعلموا فضيلة، تعلموا لحن، يبقى بيجري ورا عياله. فالموضوع بقى ايه؟ مفيش حد بيجري وراه ولا حد بيقول له اعمل وما تعملش، هو قلبه اللي بيسخنان على العيال، تبقى اسمها شهوة روحية. تعبير تاني للقديس ذهبي الفم يقول ايه؟ يجب ان يتمتع الراعي بروح عالية فلا يخور عزمه. كلنا ساعات في الخدمة تجيلنا خبطات كده، الخادم اللي شهوته الروحية ضعيفة يكوع بسرعة، يركن بسرعة. ليه؟ أصل ضايقوني، أصل ما قدرونيش، أصل أبونا زعقلي، أصل إيه يا عم، هي لعبة. أنت لو نفسك الناس كلها تعرف ربنا لما يدوسوا عليك يوميا هتكمل شغلك. هو أنت إيه اللي بيحركك بالظبط؟ أنت بتاخد فلوس؟ القضية مش فلوس، أنت من جواك في سخونة عاوز تعيد تنقذ الناس. فاللي مدفوع بالدفعة دي ما تقوليش بقى يخور عزمه مع كل كلمة وكل موقف، إنما على الدوام يباحث نفسه قائلا عسى أن يعطيهم الله توبة. يعني دايما بيقول في أمل يرجعوا، في أمل يتوبوا لمعرفة الحق فيستفيقوا من فخ إبليس. ماري أفرام السورياني ده كان راهب سورياني وشبه متوحد، إنما شوفوا شهوة الخدمة. يقولوا جاء وقت اجتاحت مدينة الرها مجاعة شديدة،
فترك القديس خلوته بدافع محبته ليخفف عنهم وطأة المجاعة، وأخذ يحث الأغنياء أن يصنعوا رحمة، وظل يوبخهم على قساوة قلبهم. فلما احتجوا أنه لا يوجد من كفء وأمين للقيام بمهمة رعاية هؤلاء المحتاجين، قدم نفسه للقيام بتلك المهمة، فوافق الأغنياء. فاستحضر القديس 300 سرير خدم بها مرضى تلك المجاعة، وكان يخدم المرضى بنفسه ويساعده مجموعة من تلاميذه. مع أن ده منهجه راهب متوحد، إنما لما لقى الناس تعبانة ومريضة شهوة الخدمة اتحركت فيه، وساب نسكه، ساب زهده، ساب وحدته، ساب خلوته، مع أنها حاجة بيحبها قوي، لأن في شهوة صوتها أعلى، اخدم الغلابة والمرض. اللي عمل كده كمان أنبشنودة رئيس المتوحدين زمان. إذن ده يوريكم من الموضوع شهوة، الدافع هنا حاجة جوانية. محدش كان فيهم بيفكر عشان يتقال عليه عمل كده، يتقال ولا ما يتقالش، أنا بحب الناس، أنا خايف عليهم، أنا عاوز أخدمهم. همشي معاكم في نص كده في كورنثوس الثانية 8 بيقول إيه، مناسب لنا جدا كخدام إخوة رب. في الوقت ده حصل مجاعة في أورشليم. القديس بولس خدمته مش في أورشليم، بولس ده شغال في أوروبا في الوقت ده، ما بين اليونان، أغلب وقته في اليونان، وساعات يعدي على تركيا. لكن في مقدونيا اللي في تركيا دي وصلهم الخبر أن بتوع أورشليم جعانين قوي وتعبانين قوي، الكنيسة الأم يعني. فابتدوا في مقدونيا يجمعوا تبرعات عشان ينزلوها مع بولس تروح أورشليم، من نفسهم كده. وبقوا يعني ايه مكسوفين، ممكن تاخد مننا البركة دي توصلها. فبولس عجبته جدا المحبة دي والروح دي، فابتدى ينقلها لكل الكنائس اللي تبعه، يقول لهم بصوا اخواتكم في مقدونيا، وده اللي احنا بنعمله في المؤتمرات على فكرة، ساعات نطلع فريق متميز منكم يتكلم عن نعمة ربنا اللي اشتغلت على ايديه اخر سنة مثلا في التنمية، عشان بصراحة بقية الإبرشيات تغير، احنا مش عاوزين غير كده، احنا بنغيركم بالحسنة يعني ايه، عاوزين نغير على عيالنا، ما هو في ناس زينا هو بامكانيات محدودة جدا، عملوا وعملوا وعملوا، طب احنا ما بنعملش ليه؟ فاحنا بنستخدم نفس الاسلوب. فانا بيقول نعرفكم ايها الاخوة نعمة الله المعطاة في كنائس مقدونيا، انه في اختبار ضيقة شديدة فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق لغنى سخائهم، لأنهم أعطوا حسب الطاقة، أنا أشهد وفوق الطاقة من تلقاء أنفسهم، ملتمسين منا بطلبة كثيرة أن نقبل النعمة وشركة الخدمة التي للقديسين، وليس كما رجونا، بل أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله. أول مبدأ عاوزين نراجع حبايبي، أنه الشهوة دايما بيعبر عنها بكلمة حب. يعني واحد بيقول لك ايه، انا بحب الفول ابو زيت وبصل دي اسمها شهوة، بس بيعبر عنها انا بحب، مش كده، انا بحب اركب عربية مكيفة اوتوماتيك، دي شهوة، بس بيقول عليها بحب. في الحاجات الروحية كده برضو شهوة الخدمة هي شهوة حب لله وللناس، تعبير حب لله وللناس. يعني ايه؟ اللي بيحب ربنا قوي بيخدمه في عياله بفرح، اللي بيحب الناس مشتهي يشوف كل الناس حلو، مشتهي يشوف كل بلده بيحبوا ربنا وقديسين متميزين في كل حاجة، أحسن منه في كل حاجة. إذن شهوة الخدمة بتتحرك عن طريق كلمة واحدة اسمها إيه؟ حب الله وحب الناس، زي ما قالها القديس بولس، لا تكونوا مديونين لأحد بشيء إلا بأن يحب بعضيكم بعض. أنت مديون للناس بالحب، انت مش مديون بفلوس بس، انت عليك دين توصل الحب لكل اللي حواليك. وبعدين شوفوا بقى فلسفها ازاي، قال بصوا لو مش حافظين الناموس كله، هي كلمة واحدة تلخص الناموس، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لو وصية تلم ده كله اسمها ايه؟ تحب قريبك كنفسك، لان المحبة تكميل الناموس. يبقى لو حبيت الناس حبيتهم بشهوة بقى، فيبقى انت مدفوع من جواك انك تريح كل الناس، تريحهم روحيا ونفسيا وجسديا في الاخر، تبقى انت فعلا عملت اللي ربنا عاوزه منك. تاني فكرة مهمة، شهوات الحب. بصوا في الدنيا
الحب بياخد أشكال وفي الخدمة بياخد أشكال معكسية. يعني في الدنيا مثلا الحب يقول لك بحب أمتلك، كلمة حب ساعات تؤخذ على فكرة الامتلاك، بحب عن بحب البدلة دي، بحب الفستان ده، بحب الحلق ده، وممكن الواحد يحوش ويبقى بيحلم بيه وهيقتنيه امتى ويحطه في مكان مهم ويبص عليه، وكل دي شهوات. او حب جسدي يدخل فيه بقى جنس وزنا، حب نفسي معناه ده حب ارقى شوية، بس انا محتاج حد يسأل علي، محتاج حد يطبطب عليه، محتاج حد يقول لي انت كويس، ده حب نفسي كلنا عندنا منه. الحب بقى الإلهي أو الحب الروحاني أو شهوة الحب دي أعلى من كل ده، لا هي امتلاك ولا هي جسديات ولا هي حتى نفسيات، دي اللي بيسموها في اللغة أغابي. أغابي معناها حب طالع منك مش مستني أي مقابل ليه، وطالع بنقاوة بنظافة، تحب العيال بجد مش عشان يحبوك، عشان هم في نظرك حلوين، تحب الناس بجد، ده نفس النوع الحب الإلهي. يبقى الدنيا مليانة كلمة حب، بس كلمة الحب اللي في الدنيا دي مضروبة مغشوشة مكذوبة، طول النهار الناس تقول بحب وما بحبش، بس استخدامهم للكلمة غلط. الكلمة المظبوطة بشتهي، لكن الحب الصح ده زي ما ربنا بيتعامل معانا، ربنا بيحب كلنا ندخل السماء، ودي جاي عليه هو بخسارة، يعني هو مش كسبان منها ولا حاجة، ده خسران كل حاجة، حتى الصليب وكرامته كل ده تعب بسبب انه بيحبنا. فيبقى الحب الروحاني ده مليان عطاء وروحاني. شهوة الخدمة احبائي تبان في ايه؟ تبان مش ان الواحد يحب يبقى ريس، تبان ان الواحد يحب يتعب. وارجوكوا احفظوا النص ده، لو عندك شهوة خدمة تبان مش انك عاوز تبان كرئيس، تبان انك بتحب تخدم، بتحب تتعب. في واحد يوضب الكراسي كلها ويشيل ويحط ويقف في الاخر محدش يشوف، هو مش فارق معاه يجي قدام يمسك الميكروفون، مش فارق حد يعرف، هو فرحان قوي انه بيتعب عشان اخواته، يا بخته، هو ده اللي عنده شهوة خدمة صح. يا جوز انا عندي شهوة مرياس، فاهمين الفكرة؟ فحاسب من دي، اللي عنده شهوة خدمة دايما مراقب نفسه، هو انا عاجبني ان انا بقى مسؤول ولا عاجبني اتعب؟ دي غير دي خالص، عاجبني ان انا بقى مسؤول دي شهوة نفسية، دي ملهاش دعوة بالحب الالهي. دي عاجبني اتعب عشان الناس توصل للمسيح، دي شهوة خدمة حلو. فهمتوا ازاي نميز بين دي وبين دي؟ لان لازم نميز، احنا كلنا خدام وبنحب الناس، بس ساعات اللي حركنا مش حب ربنا والناس، حب الظهور او حب المسؤولية او كده. عشان كده يقول يا اولادي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل ايه؟ بالعمل والحق. من هنا تبان بقى كمان في التعاطف او الاحساس بالاخر. لو عندك شهوة خدمة حقيقية تبقى حاسس بالطفل ده، انت عارف الطفل ده لو ما تعلمش كويس بكرة ده هيبقى في الاحداث، او يبقى مدمن، او ممكن يموت في عصابة، ده كله ده وهو قدامك النهاردة طفل بريء. لو بتحبه هتعمل اي حاجة عشان يتعلم كويس وعشان يفكر كويس وعشان يسبقك، وتبقى فرحان انه بيسبقك، ما عندكش مشكلة خالص. قديس ألكسندروس كان فرحان قوي ان أثناسوس الصغير ده بقى واخد النجومية، ما عندوش ازمة لانه بيحب بجد، لان هو مش بيراعي الكرسي اللي هو قاعد عليه، مش دي القضية، هو حاسس بالمسؤولية عن الناس. فساب للكنيسة ثروة ضخمة، القديس ألكسندروس ملوش كتب، ملوش كتب، بس له أثناسيوس، فاهمين الفكرة؟ ساب ولده اللي غير التاريخ. طب انت تقدر حتى تفكر بالطريقة دي؟ مش مهم خالص، انا مش مهم ابان. بصوا بنفس معنى القديس بولس يقول اذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معه، المزلين كأنكم أنتم أيضا في الجسد. يبقى وانت بتخدم الناس عمال تفكر بطريقته، ده النهاردة مش لاقي شغل، طب هيضطر يغلط، طب أنا لازم ألحقه، طب لو اديت له شغلة سهلة مش هيطلع،
أنا عاوز أغير في دماغه عشان يعرف يفكر يعني يطور في نفسه. فاهمين الفكرة؟ ده اللي بنعمله مع أولادنا في كل القرى والعشوائيات، وده اللي بينقل القرية إلى مستوى مختلف خالص بداية من ولاد الكنيسة. شهوة إراحة الآخرين، شهوة الخدمة معناه أن جواك ضغط نفسي، نفسك تريح الناس. عارفين التعبير اللي قاله داود النبي؟ لا أعطيها نوما لعيني، ولا نعاسا لأكفاني، ولا راحة. إيه يعني عم عزب روحك ليه؟ إلى أن أجد موضع راحة. فمين يبقى عاوز أريح ربنا وولاد ربنا وبعدين أفكر في راحتي أنا؟ عندك الشهوة دي أنك ما تبقاش قادر تنام وفي واحد غلبان ما عندوش بطانية، أو مش قادر تأكل ولادك أكلة حلوة وحاسس في عيال محرومة من الأكل؟ هي دي اسمها شهوة الخدمة. هنا الدافع ملوش علاقة خالص بمكانتك بقى، أنت أبونا ولا أمين خدمة ولا خادم ولا أنت، ده دي حاجة جوه بقى، هي دي اللي تفرح ربنا. شهوة إشباع الجموع، بصوا ربنا يسوع حس بالناس، التلاميذ كمان حسوا بالناس، بس هنا فرق التنمية بقى. التلاميذ جايين يقولوا ايه؟ الناس جاعت، فالمسيح قال لهم انا حاسس بيهم، قالوا له طب مشيهم، قال لهم لا مش ده الحال. مشيهم دي بقى اللي هي اغسل ايديك وريح ضميرك وغمض عينك، واللي يموت في السكة يموت، انا مالي، دي حتة المسؤولية. ايه؟ انا ما غلطتش، ما قصرتش، روحوا وفي السكة اللي داخ انا مالي. قال لهم لا احنا نتعب وهم يرتاحوا، قعدوهم عشان احنا اللي هنخدم، وانا اللي هجيب الاكل، وانتوا اللي هتوزعوا، وانتوا اللي هتنظفوا مطرحهم، وانتوا اللي هتشيلوا الافف. ده احنا الرويسه، ده بيبص لنا احنا تلاميذك، ده احنا الكبارات في القعده دي. لا لا لا، انتوا تشتغلوا خدامين عشان الناس ترتاح. شهوه شفاء النفوس، كل النفوس متجرحه، كل النفوس بس بدرجات واشكال مختلفه. العيل الصغير اللي بيتضرب في بيته ده متجرح، البنت اللي بيشتموها طول النهار في الرايحه والراجعه، اللي ما اتعلمش مجروح نفسيا حاسس انه الا الست الغلبانه اللي مش عارفه يمينها من شمالها، كل الناس مجروحه نفسيا. انت ايه دورك في ده؟ هل بتجد سعاده انك تريح حد؟ تبقى عندك شهوه خدمه حلو، يلا زود من ده وعيش في ده يدخلك السما. شهوة رجوع الضال، بصوا النص اللي قاله المسيح، بدأوا الأول بفكرة إيه؟ كان لواحد 100 خروف أضاع واحدا، وركزوا على كلمة أضاع، يبقى مين الفاعل؟ الخروف. مين الفاعل؟ الراعي. يبقى أي عيل ضايع مين المسؤول؟ حضرتك مش هو. لما واحد يبقى وحش يبقى أنا وأنت المسؤولين، مش هو اللي وحش، إحنا اللي عارفين المفروض، إحنا اللي معانا العلم أو معانا فلوس أو معانا مسؤولية، لكن ده غلبان. في آخر النص يقول يفضل يفرك لغاية ما يرجع الخروف الضال، ولما يرجعه يكون فرح في السماء كلها بخاطي واحد يتوب. يعني أنت مش فرحان إن هم رجعوا 100؟ مش فارق يرجعوا 100 ولا 500، بس فلان رجع، ده ابني، النفس غالية. فيبقى هنا هو ده اللي بيحركك، غلاوة كل نفس، فرحتك بكل طفل بيعيش حياة كريمة، وكل بنت بتتعلم تعليم كويس، وكل بيت بتظبط حاله، وكل شاب بيلاقي شغلة كريمة، وكل خادم بيتطور في ذهنه عشان تبقى خدمته أكبر، إيه دي اللي تفرح. الخدمة لازم تبقى أولوية أحبائي، الخدمة هي رسالتنا، وبالتالي كل ما تحب ربنا وتحب الناس تشتغل، بس الخدمة واكل عقلك الأول أكتر من شغلك، وجوه الشغل بقيت خادم، لأن الخدمة بتدخل تسيطر لأنها شهوة روحية. زي ما شاب بيبقى مسيطر عليه شهوة جسدية وحشة تلاقيه مش عارف يطلع براها، الخدمة بتبقى شهوة روحية مسيطرة، فتبقى جوه شغلك بتخدم، وطول النهار في الشوارع وفي الكنيسة أنت بتتحرك بعقلية الخادم. عاوز كل الناس تعيش كويس، عاوز كل الناس تتطور، زي الطفل اللي كان في الفيديو بتاع المبادرة، روح خدمة عالية بتحرك كل حاجة. قبل نجاحك الشخصي خدمتك تنجح، قبل الغنى والكرامة الخدمة تمشي، قبل الراحة والأكل
يبقى هنا انت فعلا تستاهل تاخد لقب خادم، لان الخدمة اصبحت هي نمرة واحد في تفكيرك. ساعتها مش هنلاقي المشاكل اللي حصلة في الكنائس، الخدام يأكلوا في بعض ويتكلموا على بعض، ده لان دخلينها عشان كرامة او دخلينها عشان مرياسة او فلوس، لكن لو خدمة في ذاتها عمرهم ما هيختلفوا ابدا. طبعا ما تجيش الخدمة دي على حساب ايه؟ العبادة والاتحاد بالله. يعني حاسب تكون الخدمة تيجي على علاقتك مع ربنا، تبقى قلبت الدنيا. لان لو علاقتك بربنا خست، روح الخدمة، شهوة الخدمة هتروح. شهوة الخدمة هي عبارة عن عشرة مع ربنا، واحد بيحب ربنا فربنا عمال يدلق فيه مشاعر الحب، فمخليه مهموم بالناس طول الوقت. لكن لو الخط ده وقف يبقى الخط ده هيقف، فهمتوا؟ لو العلاقة مع ربنا ضعفت، العلاقة بالخدمة كلها تتشوه. وكلكم جربتوا في الوقت اللي ما بتصليش كويس، ما بتقراش كويس، ما بتتناولش، ما بتعترفش، خدمتك مسخة تمام ومشاكلها كتيرة قوي، وانت اساسا ماشي تخبط في الدنيا كلها والدنيا تخبط فيك، ده لان الخط وقف الالهي ده. برضو اقول لك، والخدمة اولوية، ده مش معناه تدوس على بيتك، لا، لازم تكون وانت خدوم مش خادم، بيتك اول حاجة، حاسين بخدمتك وفرحانين بروحك الحلوة لإلهنا كل مجد وكرم.